مرحبا بكم في المية في المية برونو. بالنسبة للمرشحين في جائزة لاغوس 2000، أنا رقم 5 الأولية فرنسا تألقت بشكل لافت خلال الفترة الماضية بفوز ومرتبة ثانية في حلبة الأمريكا. رقم 10 زواخر اللي غتمثل إسطابلات المرتجزين في هذه المسابقة واللي عندها أداء عالي هذا الموسم سيرتو في حلبة أونفا. رقم 8 سيغينادور فرنسا اللي عرفت تحسن ملحوظ على موسم النتائج في الآونة الأخيرة. خيوغات نفسها كلهم رقم 7 رقم 1 ورقم 15. أما العنصرين اللي نتكلم خلقهم فجأة المسابقة فهما رقم 2 ورقم 9. نسمعوا الآن لتوقعات جيل الديربي. نختار أن رقم 10 عند راكب متميز وعبد الرحيم كتور في إسطابلات ديال المرتجين الراسين وسميت كاسي مروان حمود خويا ديال أونفور مدينة. المرتبة الثانية اختارت رقم 5 بعد سباقات الآخرين ديالها كلهم اللي دارتهم حلبات المدينة الجديدة دارتهم رائعين عندها في المدينة فات السباقات. رقم 13 ما نحكموش على السباق الآخر ديالو اللي كان دار ربما دار المسافة ديال السرعة ديال 1300 متر هذه المسافة طويلة غادي تكون في الصالح ديالو. الخيول قدروا خافوا في السباقات عندنا رقم 8 رقم 15 ورقم 7 تنقولوا المفاجأة ديال السباق رقم 6 ورقم 9. أما الآن خليكم توقعات مختلف الجائزة الوطنية. شكرا على المتابعة واللي فاتوا حلقة اليوم يمكن تتابعوا قناتنا في اليوتيوب.